نظمت مؤسسة خديجة للتنمية في محافظات إب وذمار ومديرية يريم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وجمعية الثقة الخيرية حلقة نقاشية ضمن برنامج تدريبي تشاركي يستهدف الشباب وصناع القرار في المحافظات المستهدفة، ويشمل تدريب وتأهيل وتطوع في المؤسسات المدنية وتقريب وجهات النظر بين المجتمع المدني وصناع القرار، كما يسهم في تعزيز دور الشباب في إغاثة مجتمعاتهم ونشر السلام بين كل أفراد المجتمع. وتمحورت حول أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الشباب والمنظمات المدنية في إيصال الإغاثة للمناطق المستهدفة، وتمحورت حول أهمية السلام ودور السلطات التنفيذية في تسهيل عمل هيئات الإغاثة التي يقودها الشباب. وأكد المشاركون أن العمل الإغاثي جزء من العمل الإنساني المجتمعي المرتبط بالسلام وحقوق الإنسان، مستعرضين بعض التجارب الناجحة للمؤسسات المحلية في أعمال الإغاثة. اليوم باسم قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ شاركنا جلسة حوارية للشباب في موضوع مشاركة الشباب في الأعمال الإغاثية وإحلال السلام، ونحن في محافظة السلام نثمن تثمين عالي دور مؤسسة خديجة لإقامة مثل هذه الفعاليات التي من جهة تؤكد على عملية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إب وبين الجهات الرسمية لتسهيل أعمالهم وأنشطتهم. هذا اليوم فرصة، كان لقاء ممتاز مع الشباب العاملين في المؤسسات، وعرفنا ما هو الطريقة والوسيلة لإنجاح هذا الأعمال من خلال التنسيق مع المكاتب المعنية الممثلة في مكتب وزارة التخطيط والتعمير المدني للمحافظة والوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين ومكتب الشؤون الاجتماعية وكذلك الجهات الأمنية. مؤسسة خديجة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذلك جمعيتنا مؤسسة خديجة وكذلك مؤسسة الثقة في إطار الأنشطة التي نقوم بها في إطار مشروع شراكة شباب، كانت اليوم الحلقة النقاشية كثمرة من ثمار هذا المشروع بعد أن قام الشباب بالتدريب وكذلك بالنزول إلى المؤسسات والقيام بالعديد من الفعاليات، فوصلنا إلى مرحلة إلى أن الشباب هم من يقود عملية الإغاثة، هم من يقود عملية رعاية النازحين، وكذلك هم الوسيلة الأجمل والأروع لنشر السلام. أهم موضوع اللي بنحتاجه إحنا واللي كمان العالم كله بيحتاجه هو السلام، ضروري أني نؤمن برسالة السلام حتى نقدر نحنا ننشرها ونطبقها على الواقع، دام أنه جهود السلطة المحلية معنا ودام أنه عندنا ثقة وعزيمة وقوة وإرادة راح ننجز وراح ننشر السلام رغم كل المعوقات.